بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. سيدي، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من للأحبة لا يون خلانا هلا دروا أننا حانت منايا فهل بدا من محب يوم فرقتهم ذنب لذاك استحقوا فيه هجرانا ما هاجني حبهم يوما ولا ذرفت عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا ولكن سمعت بشهر فيه قد لبس آل الرسول ثياب الحزن ألوانا أيشتيا الشهر ما في القلب من شجي إذ فيك أضحى رسول الله ثكلانا والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكلتين تردد الشكوى ألحانا فألحانا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفر بأرض الطف فوق الترب عريانا أبكي الحسين وحيد لا نصير له يا أبا عبد الله.
إلا المهند والخطي أعوانا. أبكي منعفر الجثمان قد رفعوا فوق القناة محيا منه أعلانا يتلو من الكهف آيات يرتلها أبدى بها للورى آيا وبرهانا الكدر والأحزان هليت دمع عين الموالبيك هليت يا شهر النوح على الإسلام هليت لا تظهر وتفرح بيكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام منصور مؤيد مهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآية الشريفة وحسب النظرة الأولية لها تتحدث عن حقيقة وهي أن الإنسان إذا لم يستفد من الاستعدادات والإمكانات التي هيأها الله تبارك وتعالى ووفرها الباري جل وعلا له فحاله حال تلك البهيمة التي همها علفها. ومن الطبيعي أن الله تبارك وتعالى زود الإنسان، زوده بقلب، زوده بعقل، زوده بفكر، زوده بقدرة على التحليل، زوده بقدرة على التفكير، لزمه أن يكون إنسانا كيسا، إنسانا مبصرا، إنسانا محللا، إنسانا مفكرا. إذا لم يستفد الإنسان من تلك وصار حاله كحال البهائم، همها علفها، همها شهواتها، فبالتالي يتحول إلى بهيمة، بل هو كما يعبر القرآن الكريم عنه بل هم أضل. ليش؟ لأنه البهائم هذا حالها، حالها أن تأكل وتشرب، همها علفها، همها شهواتها ليس إلا. أما الإنسان لا، ينبغي أن يستفيد من طاقاته، يستفيد من هذا المخزون الذي أودعه الله تبارك وتعالى في نفسه. إذن مسألة التفكير، مسألة التدبر، مسألة الاستفادة من الطاقات
هذه مسألة ضرورية للإنسان لكي يكون إنسانا يحقق الغرض الإلهي، لأن هناك غرض إلهي، ما هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ليست بمعنى أنه الإنسان يلزم الجامع أو المسجد أو المكان العبادة ويقضي كل وقته فيه، وإنما العبادة معناها أوسع من هذا، معناها أن يكون الإنسان في المواطن، في مواطن عمله، في عند لقائه مع أصدقائه، عند عياله، عند أكله، عند شربه، عند خروجه، عند استقراره في البيت، أن يكون كل ذلك أو كل ذلك هو بالحقيقة عبادة للإنسان إذا نواه قربة إلى الله تبارك وتعالى. إذن النقطة التي يتميز بها الإنسان عن غيره هي مسألة أن يكون متفقها. يعني ماذا متفقه؟ يقول عندما يقول القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها، الفقه ليس بمعناه أن الإنسان فقط يعرف الحلال أو الحرام أو ما هو جائز أو ما هو غير جائز، وإنما الفقه في بعض الآيات لعلهم يفقهون يتحدث عن البصيرة، يتحدث عن الوعي، يتحدث عن الإدراك. وهذا زماننا، إذا كانت الآيات أو الروايات تتحدث عن الوعي في يعني زمن مضى، فاليوم بالحقيقة يكون الالتزام بها بشكل أوكد وبشكل أكثر أهمية من قبل. ليش؟ لأنه العلم تطور. اليوم صار الكلام، ممكن هذا الكلام أن يكون كلام جيد وممكن أن يكون كلام سيء بنفس الوقت، مع أنه لعله كلام هو جيد، لأنه الخطيب عندما يتكلم يتكلم كلاما جيدا، لكن ممكن يأتي العلم ويحول ذلك الكلام الجيد إلى كلام سيء. وبالعكس أيضا، صارت هناك دبلجة، صارت هناك تركيب للأصوات، تركيب للصور وما شاكل ذلك. فلا بد للإنسان أن يكون حذر ودقيق وألا يتسرع بإلقاء الحكم. يعني عندما نحن الآن في يعني خصوصا في قضايا التواصل كالفيس وما شاكل ذلك، عندما يأتي الإنسان فد شيء معين، فيديو معين أو قضية معينة، لا المفروض رأسا من الإنسان أن يحكم على تلك القضية، عليه أن يتأمل هل هذا هو مدبلج، هل هذا هو صحيح تكلم بهذا الكلام، أم هناك نعم تركيب للأصوات من هنا وهناك وجمع للأصوات حتى يكون الكلام بهذه الصورة، وحتى يطعن في تلك الشخصية اللي قد تكون شخصية مؤمنة، شخصية علمائية، شخصية يقتدى بها، لكنها يراد لها أن تسقط في أعين الناس، تسقط في أعين المجتمع. ولهذا القرآن الكريم يؤكد على مسألة الفقه، ليس بمعنى نعم هو جامع للحلال والحرام والجائز وما هو جائز للأمور الفقهية، لكنه يراد من الفقه بالدرجة الأولى البصيرة والوعي والإدراك، وأن يكون الإنسان كيسا. كيسا بمعنى ماذا؟ يعني يحلل الأشياء قبل أن ينطق بالحكم، قبل أن يحكم عليه أن أولا أن يحلل، ثم بعد ذلك يحكم على الآخرين. من هنا ننطلق إلى موضوع بالحقيقة هو من المواضيع العملية والتي تدور كثيرا في ساحتنا، ويكثر أو يكثر القال والقيل فيها، وهي موضوع أنه ما هي وظيفتنا اتجاه المراجع العظام، اتجاه مرجعيتنا الدينية. ما هي وظيفتي أنا كإنسان مؤمن أعيش في هذا الزمن؟ وكما ذكرت الزمن متطور، الزمن فيه تكنولوجيا، الزمن فيه ما فيه من القضايا العلمية المتطورة والدعايات والإشاعات والكلام من هنا وهناك، فما هي وظيفتي أنا كإنسان مؤمن، كإنسان مكلف أريد أن ألقى الله تبارك وتعالى بقلب نظيف، بلسان نظيف، بعين نظيفة، بسمع نظيف، أريد المهم أن ألقى الله تبارك وتعالى وهو عني راضي، وهو عني بالحقيقة يقبل أو قبل ما صدر مني في دار الدنيا، فهو إذن يقبلني عندما أقبل عليه، لأنه لا بد لنا من لقاء الله تبارك وتعالى، والإنسان لا بد له أن يهيئ نفسه للقاء الله.
ويحب لقاء الله تبارك وتعالى، لأن من أحب لقاء الله حب الله لقاءه. إذن ما هي وظيفتي أنا كإنسان مؤمن اتجاه مرجعيتي، اتجاه هؤلاء الذين بالحقيقة هم خلفاء وورثاء والذين ورثوا الأنبياء عليهم السلام، لأنه العلماء ورثة الأنبياء. أول وظيفة بالحقيقة هو الوعي اتجاه المرجعية الدينية. يجب أن يكون إنسان، أكون إنسان واعي، إنسان متبصر، إنسان، لأنه أنا أعلم بأنه الكثير يسعى لتوهين المرجعية الدينية، يسعى الكثير لتسقيط المرجعية الدينية، وهذا بالحقيقة واضح. لماذا؟ لأن المرجعية تتحلى بنفوذ، تتحلى بفاعلية في المجتمع. المرجعية لها مركزيتها في المجتمع، لها فاعليتها في نفوس الناس، وبسبب ذلك فنرى الكثير من الناس يحاول أن يسيء إلى المرجعية الدينية، إلى هؤلاء الناس الذين نذروا أنفسهم لخدمة المجتمع، وذلك بسبب نفوذ هذه المرجعية. ونخشى بالحقيقة أن نكون نحن بزمان تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: يأتي زمان على الناس يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب. أو قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين. قالوا: كيف؟ قال: لأنهم لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا منعوهم، فأنا منهم بريء وهم مني براء. والإنسان اللي ما يهتم بالفرائض بعد ما يهتم بالمرجعية، ما له شغلة بالدين. اللي ما له شغلة بالفرائض الإلهية بعد ما يسأل عن حلال وحرام، وهذا يجوز لو ما يجوز، لأنه بعد ما له شغلة بالمرجعية، ولهذا ما يهتم بهذا الجانب. إذن هناك الناس الذين يسعون لتسقيط المرجعية الدينية، وواضح هذا في كثير من الكتابات صدرت، لا سيما من كتاب مايكل برانت اللي هو مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهية، ومذكرات المسبيل، وغيرها من الكتب التي صدرت عن العالم الغربي أو العالم الشرقي، بالحقيقة تبين هذه الحقيقة. إذن ما هي وظيفتي أنا؟ والطريقة بالحقيقة أولا أن أكون واعيا، لأنه أساليب تسقيط المرجعية متعددة، منها أولا تسقيط العمة، تسقيط العمامة. هذا العمل بالحقيقة يعني نشوفه هو يعني وارد حسب يعني حياتنا العملية وما نرى من إنسان، قد يكون إنسان يعني معمم أخطأ، لكنه هذا الخطأ لا يعني خطأ الدين ولا يعني خطأ المراجع، وإنما ينبغي علينا أن نعالج القضية بالمعالجة الموضوعية. يعني نحن لا نقول بعصمة المعممين، ولا نقول بنزاهة جميع المعممين، ولكن عندما أريد أن أنتقد، أنتقد موضوع معين، يعني يصير نقدي، نقد يسمونه نقد موضوعي، يعني هذا الموضوع نعم نكر، هذا الموضوع مزين، هذا الموضوع عمل منكر، أما بقية الناس شنو دخلهم بالموضوع؟ يعني حال المعمم كحال الأطباء، كحال ناس علماء الفلك، المهندسين، بقية الناس. يعني إذا إنسان أخطأ لا يمكن أن يحمل خطأه على جميع الناس. الإنسان المعمم عندما يخطأ يخطأ، والخطأ محسوب عليه، لا يرجع علما إلى المراجع أو إلى جميع الناس المعممين، منهم الأخيار ومنهم الأشرار، منهم الصالحون ومنهم الطالحون. وهذه قضية واضحة وبينة للعيان، وما أعتقد أحد يشك فيها. فإذا نرى مثلا فيديو لإنسان هو يرتدي هذا اللباس، لكنه يعرض مثلا وجاي مثلا بشكل أنه يلبس زوجته مثلا ذهب وما شاكل ذلك، هو فقط أنه الإنسان لما يرى مثل هذه الصورة
يحكم على أن هذا الرجل ليس معمم، وغريب جدا عن السلك العلمائي، لأنه لو كان حقا معمم لا يمكن له أن يعرض أهله وزوجته على مرأة ومسمع من العالم، فقط بمجرد قضية العارض بدون أن أدخل بالتفاصيل أحكم على هذه القضية بأنها قضية زائفة، والمقصد هو غاية في نفوس أولئك، وهي ما هي؟ تسقيط العلماء وتسقيط المراجع. هذه قضية واضحة حقيقة. إذن هناك نماذج سيئة، نماذج جيدة، نماذج صالحة، نماذج صالحة، فينبغي أن يكون نقدي نقد موضوعي. ولهذا بالحقيقة الإنسان ينبغي أن يكون مثقف، أن يكون كيس، أن يكون واعي، أن يكون بصير. الحديث الوارد عن مولانا زين العابدين سلام الله عليه يقول: أوحى الله تبارك وتعالى إلى دانيال على نبينا وآله وعليه السلام، يقول: إن أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك لاتباعهم. يعني هذا أمقت عبيدي إلي، سأنا اللي يستخف بأهل العلم. أهل العلم يعني شلون أخذ ديني الآن إذا ما عندي مرجع؟ شلون أخذ ديني؟ إنه الآن الإمام غائب، يعني شلون أنا أجي أتبصر بديني وأعرف هذا حلال هذا حرام، شلون صلاتي، شلون صومي، شلون حجي، شلون كذا شلون كذا؟ قضية مشائكة جدا. فلابد من مرجع، ولابد من إنسان متفقه في الدين حتى أخذ منه أحكام ديني. إذن أولا الطريقة اللي يسلكها أولئك الذين يريدون أن بالحقيقة يضعفوا مقام المرجعية أو يسقطوا مقام المرجعية هو تسقيط ماذا؟ العمامة. الثاني الاستهزاء بالفتوى. هاي قد تواجهنا كثيرا، ناسين أيام العيد يعني حقيقة مبتلينا. ليش ما يتحدون؟ ليش ما كأنه عبالك لو نقابة معلمين يتحدون، لو نقابة أطباء، لو نقابة عمال، شو يتحدون؟ هو قضية فقه وقضية اجتهاد وقضية يعني معالجة للأحاديث الشريفة وللروايات الشريفة، وكل واحد إلى طرقه وكل واحد إلى رجاله. كيف يتفقون؟ إذا اتفقوا يعني ما يحتاج لنا بعد علماء، يحتاج لنا عالم واحد. فقضية اتفاقهم هذه حقيقة من القضايا اللي، أو مثلا إنسان يسمع فتوى لمرجع آخر غير مرجعه فيستهزئ بها، هذا بالحقيقة هو طعن ماذا؟ بالدين. القضية الأخرى والأسلوب الثالث هو توهين أداء المرجعية. يعني أيضا هذه نقطة حساسة، أنه يقول لك شكو احنا المرجعية بس حلال وحرام، المرجعية شنو قابضين معدنا؟ حلال وحرام وهذا جائز وهذا مجاز. افرض لو لم يكن من المرجع فقط الحلال وحرام، هو هين؟ يعني مو هين أبدا، صعب القضية. يعني إذا اليوم الطبيب أو المهندس أو الإنسان داخل الجامعة وحتى ينال بكالوريوس ينالها بأربع سنوات أو يكمل دراسة، خلي تكون دراسته كلها 10 سنوات، الفقيه أقل شيء حتى يصل إلى درجة اجتهاد يحتاج إلى 15 أو 20 سنة جهد متواصل ليل ونهار حتى يحصل لو ما يحصل. وطبعا زائد ماذا؟ زائد توفيق من الله تبارك وتعالى، مو بس دراسة، لا زائدا توفيق من الله. إن وفقه الله ارتقى إلى هذا المقام، أما إن لم يوفق لا يبقى على حاله. فالجهد متواصل، جهد وتعب مستمر ومتواصل حتى يحصل على ماذا؟ على درجة اجتهاد. حتى الفتوى ليست قضية سهلة. ينقلون عن المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل كان إذا يجي إلى باب أمير المؤمنين يفتح والأبواب مغلق حضرة الإمام. هذا أوكات يعني فت قضايا فقهية، قضايا أحكام خاصة مثلا، يعني اللي يطلع عليها أحيانا لا يجد لها حلا فيلجأ إلى أمير المؤمنين يعلمه، أو يلجأ أحيانا إلى مسجد الكوفة فتراه بين النجف وبين الكوفة. أحيانا مسألة فقهية تأخذ من العلماء أيام وليالي يسهرون عليها. ليش؟ أنه القضية ليست سهلة، قضية هذه فتاوى وقضية فيها حلال وحرام، فيها أحكام تتعلق بمصائر الناس، فليست قضية سهلة. قضية يعني أفرض زين، بالإضافة إلى ذلك لا يقتصر عمل الفقيه بالحلال والحرام، الفقيه دولة داخل دولة، المرجعية الدينية بالحقيقة دولة
داخل دولة. غاية ما في الأمر هذه الدولة للمرجعية ليست لها بنايات رسمية وما شاكل ذلك، لكنه بالحقيقة هي دولة، يعني دولة أولا بما لها من نفوذ في نفوس الناس. أحيانا دولة ما لها نفوذ، المرجعية يكون لها نفوذ، والدليل على ذلك واضح من خلال فتوى التنباك وفتوى الحشد الشعبي وما شاكل ذلك من الفتاوى للعلماء والمراجع. الأمر الثاني لها وزارة الدفاع وذلك من خلال فتاوى الجهاد، لها وزارة مالية من خلال جمع الأموال وما شاكل ذلك وإنفاقها في الطريق الذي يجده المرجع بالحقيقة يعني صالح لإنفاقها. كذلك أيضا لها وزارة الثقافة وذلك من خلال التصدي للشبهات، من خلال الإجابة على الأسئلة العقائدية، من خلال توضيح بعض القضايا وكثير من القضايا للناس. إذن هي بالحقيقة دولة داخل دولة، لم يقتصر عملها على الحلال والحرام، وإنما لا، لها عمل كبير وواسع، وهي تدير شؤون المجتمع بأسره، لا سيما الدولة تدير شؤون المادية، أما المرجعية تدير شؤون المادية والمعنوية، فلها عمل كبير جدا وجبار، لكن مع الأسف يعني الناس تنظر إليها بنظرة استصغار مع الأسف. هذا مما يؤذي الإنسان المؤمن. إذن ينبغي أن يتبصر الإنسان أولا أن يكون واعيا اتجاه مرجعيته، وثانيا أن يلتف حول مرجعيته. الالتفاف جدا ضروري، نحن في زمن الآن نعيش والعالم تكالب أو اتحد على محاربة المرجعية الدينية، فماذا على المؤمن؟ هل يبقى يعني بلا عمل أم يلتف حول مرجعيته، يؤيد مرجعيته، يساند مرجعيته، لا يدع أحدا يتكلم على مرجعيته؟ وإن كان هناك أفرض مثلا فت قضية معينة جزئية ثانوية حدثت في جانب من الجوانب الفرعية مثلا، مع ذلك نحن نحترم مرجعيتنا، نحترم قادتنا، نحترم سادتنا، وبالتالي نقطع الطريق على المتآمرين للنيل من المرجعية وتسقيط المرجعية الدينية. ولهذا عندنا روايات بهذا، ألا ومن أهان عالما عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ألا ومن أهان عالما فقد أهانني، ومن أهانني فقد أهان الله، ومن أهان الله فمصيره إلى النار، ألا ومن أكرم عالما فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، ومن أكرم الله فمصيره إلى الجنة. الإمام أمير المؤمنين يقول: إذا رأيت عالما فكن له خادما، فكن له خادما. وهكذا من وقر عالما وقر ربه، أنه العالم هو بالحقيقة، خصوصا العالم الرباني، هذا الإنسان اللي بذل كل جهده في سبيل المجتمع في سبيل الله، المفروض من المجتمع أن يكرمه، أن يقدره، أن يحترمه، غير هذا المفروض من المجتمع، والمفروض من المجتمع أنه أن يسيء له. ولهذا بالحقيقة العلماء لهم مقام، لا سيما سادة العلماء وهم آل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اللي يتحدث عنهم القرآن يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني الله يشهد على وحدانيته، والملائكة تشهد على وحدانيته، والعلماء يشهدون على وحدانية الباري جل وعلا. يا لها من منزل العلماء، الله يشهد والعلماء بجنب الملائكة يشهدون على وحدانية الباري جل وعلا. وسادة العلماء وأمناء العلماء وقادة العلماء هم المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولهذا بالحقيقة ينبغي أن تكون كل الأمور بيد العلماء، حتى نعطيهم احنا يعني خلي كل أمورنا بيد العلماء رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين هم بالحقيقة قادة وسادة. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام في يوم في قضية أحداث كربلاء يخاطب أولئك العلماء الذين ما قاموا بدورهم،
قال مجار الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. العالم لازم أن يكون بيده، لكن شو وقت تكون بيده الأمور؟ إذا الناس التفت حوله، أما إذا ما تلتف حول الناس شلون يكون بيده؟ وإلا وين الخلل؟ خلل بالحسين عليه السلام، والخلل بالناس تركته وما التفت حوله. كذلك أئمتنا عليهم السلام. فإذا العالم بالحقيقة يحتل هذا الجانب وهذه المكانة. فسادة العلماء هم آل المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن هذه الأيام، هذه الليالي، هذه الأيام أيام محرم الحرام، لا سيما الليالي الأولى من شهر محرم الحرام. هذه الليالي وهذه الأيام تطل علينا بالحزن والألم والأسى، لأن هناك مصاب، هناك مصيبة حلت بآل الحسين وحلت بآل الرسول، بل حلت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مصيبة ما أعظمها من مصيبة، وما أعظمها من رزية، وما أعظمها من واقعة بالحقيقة أبكت ملائكة السماء، أبكت الجن والإنس، ما تركت شيئا في الكون إلا وبكى على تلك المصيبة وتلك الواقعة، وهي مصيبة سيد الشهداء. اللي أول الباكين على تلك المصيبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وايد تفاعل مع قضية الحسين، يعني قبل استشهاد الحسين 50 سنة، 50 سنة من أول يوم ولادة سيد الشهداء الرسول بكى عليه، بكى عليه. يعني هذا فد شيء يعني ينم عن مدى الحزن والألم والأسى الذي اعتصر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث وليد يولد لتوه يخبره الأمين جبرائيل عليه السلام بما يجري عليه فيبكي، وبقى يبكي ويبكي إلى أن انتقل إلى ربه. ولو قدر لرسول الله أن يبقى لكان أول الباكين في هذه المجالس. ولهذا الروايات تنقل يعني فد قضايا يعني تتحدث عن هذا المعنى، عن حب رسول الله لأبي عبد الله الحسين. يقول أحدهم: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحسين على فخذه اليمنى، وولده إبراهيم على فخذه اليسرى، فكان تارة ينظر إلى أبي عبد الله الحسين يقبله يشمه، وأخرى ينظر إلى ولده إبراهيم يقبله يشمه، وهو مسرور بهما. أولاده حسين ابنه وإبراهيم ابنه، بينه هو كذلك. وإذا بالأمين جبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول: لست أجمعهما لك، فافدي أحدهما بالآخر. يا الله، حقيقة مصيبة، اثنينهم أعزاء، اثنينهم يشغلون قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اثنينهم أقرب نعم أولاد إليه، يعني أقرب الخلق إليه إلى 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 قلب المصطفى. وإذا بالأمين جبرائيل ينزل من الله يقول له: أنا ما أجمعهم إليك، افدي أحدهما بالآخر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ولده إبراهيم، قال: هذا ولدي إبراهيم، متى مات لم يحزن عليه غيري. الله أكبر، لم يحزن عليه غيري، أنا أحزن عليه، بس هذا الحسين، هذا الحسين أم فاطمة روحي التي بين جنبي، أو أبو علي بن أبي طالب هم ابن عمي ولحمي ودمي، متى مات راح حزنت عليه وحزن عليه
أخي وابن عمي علي وحزنت عليه، يا جبرائيل أؤثر حزني على حزنهما فليقبض إبراهيم. الله أكبر، فشيء صعب يعني حقيقة لا يطاق. وبالتالي ثلاثة أيام قبض إبراهيم. الله، الحسين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا يشوف الحسين شقل يقول له فديت من فديته بإبراهيم. الله، يتذكر ذلك الموقف اللي الله خير بين الحسين وبين إبراهيم، فاختار إبراهيم دون الحسين لأن ما يريد يجرح قلب الزهراء ولا يريد يجرح قلب أمير المؤمنين، هو هم الحسين فلذة من كبده، حسين مني وأنا من حسين. الله، يا لها من مصيبة. ولهذا كان إذا يمر على بيت الزهراء أو يسمع بكاء الحسين يقولها يا فاطمة أما علمت أن بكاءه يؤذيني، أما علمت أن بكاءه يؤذيني، أنا ما أتحمل أن أسمع بكاء أبي عبد الله. الله، ويهل علينا هذا الهلال محرم. الله، هلت الشيعة بالحزن يا هلال عاشور، ونصبت ميات مليل عزية وتلطم صدور. نال المحرم ليش اشوفك اسف اللون، لابس سوادك ليش قل للصار بالكون، ون الهلال وقال سيد الرسول محزون، وكل العوالم محزنة والدين مقهور، من حين هل الشهر هلت كيل الأحزان، وجدد مصاب اللي قضاه بالطيف عطشان، ناحت عليها أملاكها والإنيس والجايم، على قتيل اللي قضى بالطيف منحور. أئمتنا كان يقربون الشعراء أيام نعم، خصوصا أيام العشرة الأولى من شهر محرم، يدخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق عليه السلام يقرأ عليه تلك الأبيات. الإمام يقول له اقراها لي بالرقة، شلون ما تقرون أنتم أهل العراق، شلون تقرون بالرقة، لا تنشدني فقط شعر جاف، لا لا لا، إذاك خلي صوتك صوت رقيق حتى تنزل الدمعة من عندنا، أيام بكاء أيام عزاء. الله أكبر. فيقول له وضرب الإمام ستر بينه وبين نسائه بين العلويات قعدا خلف الستر، وإجا أبو هارون ينعى الإمام سلام الله عليه بتلك الأبيات، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم إلا زلت من وطفا أساكبة رويا، وإذا مررت به فأطل وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. كبكاء معولة أتت يوما على واحد يلمني. كنت تبكي هيك يعني، شون امرأة تتأمل ابنها يرجع لها وإذا جيها الخبر ابنها مات، شلون بكاها؟ الله أكبر، بكاء امرأة ما عاد عندها وحيد، وهل وحيد راح بعد من عده.
ايش يكون بكاء؟ يقول هذا ابو هارون يقول عن الحسين والامام الصادق يبكي واسمع الطفل الصيح وجداه وحسيناه. يقول ردت اكمل، قال للامام بعد كمل استمر بالقصيده. يقول انشات قصيده اخرى، قلت يا مريم قوم اندب مولاك وعلى الحسين فاسعدي ببكاك. يقول انا قلت هذه الكلمات، هاي الطفله اللي كانت خلف الستار وتبكي واللي صاحت وجداه وحسيناه، المره صاحت وابتاه وحسيناه، ثم خمد صوتها. ردت اكمل واذا بالامام الصادق يلزم ايدي، قل لي يا ابا هارون حسبك فقد ماتت مريم. أيوة سيدة، أيوة حسينة، يا عين الدمع منيش خلي سيل دم بدم على صبط النبي الهادي بسيوف العدة تخذم. العجب كل العجب يا عين، نواخي على البكا تردين، والله بالطف ينذب حظامي ابو اليمة ولا تبكين. جسمه مخذم وراسه مشى ويا الظعن يا عين، يبرى ودايع الهادي وبالقرآن يتكلم. اي نهارك بالبكي قضي وليلك حاربي بالنوم، واسي زينب وسكنة ورباب ورملة وام كلثوم. العين بلسان الحال قالت يلتي نخيني، نوبة ونوبة بي تلوم وانا الحزن ما ذيني. شلون تقول ما تدرين بالطف ايش جرى وازدي، وانا اللي بالطف شفت الطاهرة الزهرة. يم حسين وتقلب جروحه وتشم نحره، وتقل لهان بمصابك علي ضلع الذي تهشم، وانا اللي شف الزينب بالحومة تحن وتحوم، مذهولة وعلى الغبرة تطيح من الحزن وتقوم، وتنادي يا اخوي حسين يومك علي اصعب يوم. ويا اختك كنت ركن عالي وركن العالي تهدم، انا شلون ما ابكي وحتى الحجر يبكي علي. ووحوش الفلا والطير وكل الكون وش ما بي مصاب للنذب عبره، مصاب للنبي بعصره يتفكر بيه ويبكي. انا شلون ما ابكي دم خالص واتلم، لا هي الدمع الغير آل النبي، لا هي العسى هلالك شهر عاشور، لا هي البقى هاي الابيات هاي الحرام، بقت الابيات هاي الحرام، لا هي التحشم وينكم يا للحمية، يا تحشم وينكم يا اهل يا الحمية. وما رحلوا
روح الوداد يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك بالمصطفى والمرتضى والطاهرة البتول والحسن والحسين والمعصومين من ذرية الحسين يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل فرج مولانا بقية الله في العالمين واجعلنا من أشياعه والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك المحفل المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا الله. عندنا مرضى أخواننا بالمستشفيات، آبائنا، أهلنا، أخواننا من لهم حق علينا. نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اكشف السوء البلوى عن إمام زماننا، اللهم اكشف السوء البلوى عن شيعة أمير المؤمنين، اللهم مرضى المؤمنين والمؤمنات ألبسهم ثوب الصحة والعافية والشفاء، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين، واجعلنا من زواره وأشياعه والمتابعين والمتمسكين بولايته وولاية أبنائه الطيبين الطاهرين إلى موت المؤسسين، موت الحاضرين، من مات على ولاية أمير المؤمنين، إلى الذوات الطاهرة لآل الرسول، إلى الروح الطاهرة لمولاي وسيدي أبي عبد الله الحسين، والأرواح الطاهرة لأهل بيته وأصحابه، رحم الله من قرأ الفاتحة معطرة بنور الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والله.